مرحبا بكم. عقب توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، يدخل السودان مرحلة جديدة لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريع وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية. ملامح المرحلة المقبلة ومدى قدرة القوى السياسية على الاتجاه نحو المستقبل ومواجهة التحديات الحالية هو ما سنناقشه مع ضيفنا من الخرطوم عبر سكايب، المهندس عمر دقير، القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر الوطني. مرحبا بك دكتور. إذا رجعنا وقبل أن نتحدث عن السياسة نتحدث عن دموع سوداني، الدموع التي فاضت في عينيك وراءها الناس كانت فرحا، كانت حزنا، كانت ميلادا جديدا، كيف تسمي هذه الدموع السياسية أولا؟ شكرا جزيلا. قبل أن أدلف إلى الإجابة على سؤالك أرجو لي أن تسمح لي بتصحيح في المقدمة. نعم. أولا أنا لا أحمل شهادة الدكتوراه، أنا مهندس. يا مرحبا سيدي. وأنا رئيس حزب المؤتمر السوداني وليس حزب المؤتمر الوطني. نعم. بالنسبة لسؤالك، التعال الذي حدث لي أوان إلقائي للكلمة نيابة عن قوى الحرية والتغيير بعيد التوقيع على وثيقة الدستور، هي كانت لحظة احتشدت فيها كمية من المشاعر المختلطة. قرأت أمامي صور الشهداء والأمهات السكالى والآباء واليتامى، وتراءت أمامي مسيرة طويلة خاضها شعبنا بين لجة الدم وساحل الدمع ومثاقيل الشقاء والعناء. كل هذه صور النازحين واللاجئين وكلها تراءت أمامي وأنا أنظر إلى تلك اللحظة ومصبع عيني كما كل السودانيين وطن جديد نرنو إليه بأبصارنا وتهتو له قلوبنا. نعم. ولذلك فاضت الدموع لا إراديا يعني، وأعتذر عن ذلك. أعتقد أنها لكل إنسان لحظات ضعف، أنا ضعفت في تلك اللحظة حقيقة يعني. نعم. أمام وطني وأمام عشقي الأبدي والأزلي، أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن وأقول لشعبي أن طوال مسيرة هذه أنا في خطئي وفي صوابي كنت فقط أنشد مصلحة شعبي، و الحمد لله أننا وصلنا إلى خطوة مهمة، ولكن المشوار الباقي أصعب. نعم. وأشق ويحتاج إلى إرادة قوية وعزيمة ووحدة. المهندس عمر الدقير الرئيس المؤتمر السوداني، مرحبا بك. الكبار يبكون عادة والتاريخ الإنساني يحفل بدموع الكبار. النظر إلى الشعب السوداني، إلى هتافاته، إلى ثورته، يعني الآن بعد الاتفاق النظر إلى المستقبل. ما هي ملامح تشكيل البيت السياسي السوداني في ثلاثيته، في اقتصاده، في طموحه أن يكون في مستوى هتاف الناس في الشوارع؟ نعم، ذلك طبعا هي المهمة الأساسية الملقاة على الهياكل السلطة الانتقالية التي تشكلها بصورة أساسية قوى الحرية والتغيير. طبعا توافقنا على ثلاث مستويات من هياكل السلطة الانتقالية: المستوى السيادي، أي نعني به مجلس السيادة أو رأس الدولة في تكوين عسكري مدني وحكومة مدنية لها كامل الصلاحيات التنفيذية، وهي المعنية بالأساس في تنفيذ برامج الإصلاح المطروحة في إعلان قوى الحرية والتغيير. ثم استحدثنا شيئا جديدا لم يكن مسبوقا في فترات الانتقال السابقة. نحن كما تعلم الشعب السوداني قام بثورتين خلال العقد الماضي، أكتوبر 64 ومارس أبريل 85، كان يتم الاكتفاء بمجلس رأس الدولة وحكومة مدنية. الآن أضفنا إليها جهاز تشريع لأن فترة الانتقال دلوقتي نسبيا أطويلة، هي ثلاث سنوات، ولذلك لابد من جهاز تشريعي يمثل كل الشعب السوداني عشان يراقب الحكومة ويحاسبها ويضمن حسن الأداء. التحديات كبيرة، كما قال الزعيم الراحل نيلسون مانديلا إنه أنت كلما تسلقت تل تجد أمامك كمية من التلال، يعني واجب عليك أن تتسلقها، لأن مسيرة الكمال الإنساني لا حدود لها. نحن ننشد الأفضل دائما،
والتحديات كبيرة في الواقع السياسي والاقتصادي. نحن ورثنا شركة مثقلة، ورثنا دولة عبارة عن حطام في فضاءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن الآن هناك روح جديدة. الثورة التي قام بها السودانيون هي لم تنفجر، لم تكن وليدة ديسمبر الماضي، هي عبارة عن تراكم نوعي وكمي للعمل المقاوم منذ اليوم الأول لنظام عمر البشير. ويعني أنا أقول دائما إنه شاركت فيها كل خلايا المناعة في الجسد الوطني. هذه الخلايا دلوقتي هي خلايا حية ومتسلحة بالوعي. هناك وعي لدى الثوار بحيثيات الواقع، حيثيات الأزمة وأسبابها ومسبباتها، وداء الوعي ده هو وقود الزحف نحو التغيير. المهم أن ترتفع هو الحرية والتغيير إلى مستوى قامة الشعب الذي فجر هذه الثورة، وأن تتمكن من تشكيل هياكل فرصة قوية وفاعلة ومؤمنة بأهداف الثورة. أعتقد أننا قادرون على تخطي كل الصعاب في كل فضاءات الواقع، نستطيع أن نحقق السلام، وهو لأن الحرب هي العقبة الكؤود التي تحول دون أي تقدم في أي مجال من المجالات. في هذا السياق سيد المهندس عمر، إذا سمحت، لهذه التحديات وهذه الأحلام مشفوعة بهذه الرغبة الكبيرة التي يلبسها السودانيون، ولكن قبل ذلك، قبل أن تجف التوقيعات، حروف التوقيع الأول، صدرت ردود أفعال من جهات سودانية تعترض على ما قمتم به. أين موضوع السلام الذي أهملتموه؟ أين ما قال الحزب الشيوعي وجهات وصفتكم بأنكم أصبحتم كسلطة الحزب الواحد في الحكومات الماضية؟ فيما تختلفون وكيف تردون على من يعترضون على هذا التوقيع ويرون فيه الكثير من العور والنقائص؟ أولا طبعا أي جهد إنساني يعني ما قابل للنقصان، غير كالكمال لا يوجد كمال في أي جهد، الكمال لله وحده، الكمال الإنساني ده يعني أي جهد إنساني فيه كمية من الأخطاء. لكن أعتقد أن الوثيقة بشكل عام هي وثيقة ممتازة وتؤثر، يعني تشكل أساس متين لهيكلة السلطة الانتقالية. الشيء الأهم فيه أنه طبعا هذه الوثيقة تمت عبر تفاوض، ومعروف أنه عبر التفاوض أنك لا تحقق كل ما تستطيع، كل ما تتمناه. لكن نعتقد أننا الأشياء الأساسية كلها حسمناها وحققناها، يمكن أن نأتي عليها تفصيل إذا توفر الوقت. هناك بعض النواقض، مثلا هناك في موضوع السلام، قبيل التوقيع على هذه الوثيقة جمعنا اجتماع مع رفاقنا في الجبهة الثورية، وهي تنظيم يضم الحركات المسلحة وبعض التنظيمات من شرق السودان وشماله، وتداولنا حول قضية السلام، وشارك ممثلين من كل قوى الحرية، ممثلون من كل قوى الحرية والتغيير في ذلك المنبر، وصيغت ورقة شاملة للسلام. كان من المفترض أن تدخل كل هذه الورقة وتصبح جزءا من الوثيقة الدستورية. لكن لما عدنا الحقيقة، بعض كتل قوى الحرية والتغيير يعني أعلنت أنها لم تفوض من ذهبوا هناك باسمها، ولذلك هي لا توافق على هذه الورقة الكاملة وتحتاج لدراستها. ومع ذلك أدرنا نقاش خلال جلسة التفاوض، واستطعنا أن ندخل جزء كبير جدا جدا، يعني حوالي أكثر من 90% أو 95% من هذه الرؤية في وثيقة الدستور. ولكن تظل هناك بعض النواقص وهي اعترض عليها الجبهة الثورية، وبندي أساسي يتعلق بأنه إذا طبعا مفروض بعد ما تتكون الحكومة تكون في عملية بتاع السلام، لتعقب اتفاقية السلام. ما توافقنا عليه في أديس أبابا أنه النصوص بتاعة اتفاقية السلام تسود على أي نصوص في الوثيقة الدستورية في حالة تعارض. فتم رفض هذه النقطة، وهي نقطة أساسية، وأعتقد أنه لم يكن من مبرر لهذا الرفض. وهناك سوابق، يعني اتفاقات التي وقعت سابقا، مثلا في العهد النظام السابق باتفاقية أبوجا والدوحة، كلها أصبحت جزء من الدستور. لكن على أي حال، نحن لم نغلق الأبواب في أي قضية، كل القضايا التي حوتها الوثيقة الدستورية هناك مجال لأنه نكملها في المستقبل الآن أو حتى بعد تشكيل السلطة الانتقالية. ونحن مع إخوتنا في الجبهة الثورية على تواصل، وسنعمل على استدراك أي خطأ، وسنحاول عقد اجتماع لقوى الحرية والتغيير بما فيها الجبهة الثورية لإعادة النقاش في هذا الأمر، ونرى ما يمكن أن نصنعه. أما الكلام عن
النقاط الأخرى التي ذكرتها، هناك تحفظات لبعض الأحزاب الأخرى، وهذا شيء طبيعي. والحرية والتغيير هي أجمل تحالف سياسي في تاريخ السودان، يضم أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكيانات مهنية، فمن الضرورة أن تكون هناك خلافات في الرؤى، والخلاف في الرؤى في أي منظومة هو شيء إيجابي ومرتكز لتطوره، بشرط أن يدار هذا الخلاف باحترام بروح الديمقراطية والاحترام المتبادل والهدف المشترك والمصير الواحد. نحن غير منزعجين للانتقادات التي وجهت للوثيقة، يعني مثلا الحزب الشيوعي من الناقدين لهذه الوثيقة، ولكن هو مستمسك بعضويته في قوى الحرية والتغيير، وهذا شيء إيجابي، وبالطبع سندير معه حوار داخل مواعين قوى الحرية والتغيير وحتى على المستوى الثنائي كحزبين، ونعتقد أنه حزب مهم وساهم معنا في عملية التغيير، ونستطيع أن نكمل المشوار سويا. أما الآخرون الذين يقولون أن هذه وثيقة إقصائية، هذه والحرية والتغيير هي القوى المعبرة عن الثورة، وأخذت تصويت واسع من التواضح التي شهادة الجميع هي التي قادت هذا الحراك ونظمت جداول الحراك أستاذ عمر، ووضعت برامج وانتهت به إلى النصر الذي تحقق في 11 أبريل. نعم، لكن والحرية والتغيير يعني خلال الفترة الانتقالية هي وسيلة تشكل حكومة من كفاءات مستقلة، يعني الحكومة هي تعبر عن سياسة الشعب السوداني كما ورد في الإعلان. نعم، ولن يكون هناك إقصاء، سيكون المجال السياسي مفتوح لكل السودانيين عشان يساهموا في إصلاح خراب حاضرهم وصياغة مستقبلهم. طبعا أستاذ عمر، يعني هناك الكثير من ردود الأفعال، وأنتم جديرون كما قلتم بتأثيث البيت الداخلي بالحوار وباستدراك ما فات من ملاحظات كما قالت بعض الجهات السودانية. فورين بوليسي قالت بأن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة والاتفاق لا يلبي طموح الشعب السوداني. أريد أن أستنبط مما قالت الفورين بوليسي، كيف تواجهون الملفات الاقتصادية، الترتيبات الأمنية والعسكرية وأجهزة الأمن تحديدا؟ نحن لدينا ضمن قوى الحرية والتغيير رؤى كاملة لمعالجة كل المشاكل، وبرنامج إصلاح يغطي كل الواقع في جوانبه المختلفة. لدينا ما يسمى بالسياسات البديلة لكل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي حتكون مقتضى انطلاقنا للإصلاح. الإصلاح في إطار كل مؤسسات الدولة بما فيها المدنية كانت أو عسكرية. نحن نعلم أن مؤسسات الدولة طوال 30 عام تعرضت لتجريف وتخريب عبر ثنائية الفساد والإفساء والاستبداد، وعبر ما يسمى بسياسة التمكين التي حولت السودان إلى دولة حزب واحد. سنعمل على تفكيك دولة التمكين الحزبي لمصلحة دولة كل الشعب، والإصلاح في إطار كل المؤسسات في الواقع المدني وفي الواقع العسكري. جهاز الأمن تحديداً نصب وضوح على أنه جهاز مهني، ليس لديه سلطة اعتقال وليس لديه يعني تفتيش ولا ذلك، هو جهاز مختص بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم توصياته إلى الجهات المختصة كما في كل الدول الديمقراطية. لن تكون له أي سلطة للاعتقال أو التفتيش أو التعدي على الحريات الأساسية أو انتهاك الكرامة الإنسانية كما كان يحدث في العهد السابق. في العهد السابق ربما مستمر بشكل ما، ولكن السؤال الأساسي الآن، أنتم كشكل جديد، كتعبير جديد، كسودان جديد، رهانكم لتحقيق هذه الأحلام على ما يكون؟ اقتصاد يعني مرتخٍ، السودان مزرعة العرب ولكنه يعاني أزمة، بنية تحتية مهدمة، أزمة مالية، علاقات متوترة مع جيران أفارقة، حروب تأكل السودان، السودان قطع جسده وذهب جزء منه. ما هي رهاناتكم لتحقيق هذه الأحلام؟ ما ذكرته هو صحيح، أنت أغنيتني عن وصف الواقع، وأنا لما بدأت قلت أنه ورثنا تركة مثقلة، أنت أحسنت وصفها الآن. نحن الأول في رهانة الأساسي على جماهير شعبنا كل ما نفعله أولاً. ثانياً نعتقد أنه يجب أن نتصدى لهذه الأسباب التي ذكرتها، يعني مثلاً المساحة الأساسي
لعملية الإصلاح في كل فضاءات الواقع هو أن نوقف الحرب، لأن الحرب هي سبب التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي. ولحزن الحظ كل الجهات التي تعمل تحمل السلاح لديها تفاهمات مع قوى الحرية التغيير عبر السنين السابقة، لأننا كلنا في معسكر المعارضة وكلها داعمة لثورة السودانيين في شكلها الأخير الذي بدأ في ديسمبر الماضي. فتوقعي أنه من اليسير أن نصل إلى اتفاق سلام سريع ويكون شامل، ونطوي إلى الأبد صفحة المطالبة بالحقوق عبر البندقية، وهذه ستوفر علينا جهدا كبيرا وستفتح المجال لانطلاق عملية الإصلاح في المجال في الفضاء الاقتصادي. أنا أعتقد أن السودان يعني غني بموارده الطبيعية وموارده البشرية، وإذا وجد إدارة رشيدة ويعني تم القضاء على الفساد واحتكمنا إلى دولة القانون والشفافية وإعطاء الأمر لأهله الشخص المناسب في المكان المناسب، نستطيع في فترة قليلة أن نعبر عنق الزجاجة وندخل محطة النهوض الاقتصادي. بالطبع نحن نحتاج في الفترة الأولى إلى مساعدات، هذه حقيقة، ونحن عبر يعني طرحنا هو حرية والتغيير للسياسة الخارجية أن تكون سياسة متوازنة، يعني تقوم على المصلحة المتبادلة لشعبنا مع الشعوب الأخرى الصديقة والشقيقة في المحيط الإقليمي وفي المجتمع الدولي. نحن أعتقد سنكون مؤهلون إلى أن يعني ننال مساعدة العالم الخارجي في شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات فنية، ونستطيع أن نعبر، لكن الاعتماد الأساسي على أنفسنا، حتى لو اضطررنا لشد الأحزمة وأن ندير بلدنا بإدارة رشيدة نستطيع أن نفجر موارد بلدنا ونبني قواعد إنتاجية في القطاعات المختلفة. وأعتقد أن ما في البلد يكفي أهلها جميعا. المهم في الأساس هو أن نقيم دولة المواطنة التي تساوي بين كل الناس وتظلهم جميعا بمظلتها تحت رايات الحرية والسلام والعدالة، وهذا الثلاثي هذه الأقانيم الثلاثة هي التي بحت حناجر الثوار انتردادها ونحن ملتزمون بها. أنا متفائل بالمستقبل وبالروح الحماسية التي لدى شعبنا وبوعيه. أعتقد أننا يعني خلال الفترة الانتقالية نستطيع أن نعبر عنق الزجاجة ونخرج من حالة الضيق وإلى الفسحة في كل واقعنا يعني. نعم. وفي ردود الفعل على التوقيع قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، ونفت إلى أن من بين يده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين، الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب. وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك. سيد المهندس، ما تعليقك على ما جاء في مقالة الفورين بوليسي أولا؟ أنا لا أتفق طبعا مع هذا التحليل. لا أعتقد أن الثورة أجهضت. صحيح تمت محاولات لإجهاضها، ولكن قاومنا وظل الحراك الثوري مستمر إلى أن انتزعنا ما نريده عبر هذه الوثيقة. لعلك تعلم أن هذه الثورة وفي تجليها الأخير اللي هو ميدان الاعتصام تجليها الأعظم، الجماهير تدافعت باستجابت لنداء والحرية والتغيير وذهبت إلى محيط القيادة العامة. لماذا ذهبت هناك؟ لأنه أنت لازم يكون عندك الجهة اللي بتعمل الفينيشنج او بتعمل ضربه النهايه اللي هي القوات المسلحه تحتم الامر يعني. هذا كان متوقع يعني، كذا الناس مسؤول بالقياده العامه يعني عشان تعلن انها ازاحت البشير واستلمت السلطه عشان تحويلها للمدنيين، وهذا ما حصل.
يعني تمت الإزاحة، والإزاحة بشكلها الأول لم يرضينا، لأن النائب الأول وزير الدفاع كان على رأس القيادة الجديدة، رفضناه بعد ثوان قليلة عبر بيان تلوته أنا شخصيا، تشرفت بذلك بتكليف من قوى الحرية والتغيير، ورفضنا المجلس، فتم تكوين المجلس الثاني. ولكن نحن لم نكن نرغب أصلا في تكوين مجلس عسكري. نحن من على منصات الاعتصام أمام القيادة العامة أطلقنا نداءاتنا إلى قيادة الجيش لأنها تجلس معنا عشان نبحث ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، لكن فوجئنا بأنهم أعلنوا مجلس عسكري، فأصبح بحكم الأمر الواقع موجودا. ولذلك تحاورنا معه، وأصلا نحن في الأساس قبل أن تنجح الثورة قبل 11 أبريل كنا معتبرين أن الجيش يكون عنده دور في المرحلة الانتقالية، وقلنا أن مجلس السيادة يكون فيه تمثيل عسكري. صحيح أنهم أرادوا أكثر من ذلك، أرادوا رئاسة دائمة، أرادوا أغلبية، ولكن جادلناهم وحاورناهم عبر التفاوض وقاومنا في الشارع إلى أن تمكننا من الصيغة الحالية. أعتقد أنها لحد كبير صيغة مرضية، قد لا تكون كاملة ولكنها مرضية. نحن نعلم أن المجلس العسكري هم بحكم طبيعتهم كانوا يعني كانوا ضمن القوى العسكرية للنظام السابق، لكن أعلنوا انحيازهم للشعب، ونحن نعتقد أنه المسألة دي ليست مجرد إعلان، إنما ننتظر أفعال تؤكد حقيقة انحياز لثورة الشعب، لأنه برنامج الثورة بدأ من الآن. هناك تحديات كبيرة، أنا قلت هناك موضوع السلام، لكن هناك مسألة أخرى مثلا، هي مسألة تفكيك الدولة العميقة، دولة الحزب السابق الحاكم سابقا وتصفيتها وركائزها، ودي كلها يعني يجب أن نعمل كمجلس قيادة وكمجلس وزراء في إنجازها. النوايا حتظهر هناك، نحن الأقوى الأفعال لقدام هي التي تثبت هل في شراكة حقيقية أم لا. أنا قلت أمس إنه هذه الثورة تحتاج إلى حراسة، السوار سينامون وعيونهم مفتوحة، والرماة لن يبارحون الجبل إلى أن تتحقق كامل أهداف الثورة، لأنه نحن نعتقد أن هناك يعني قوة الثورة المضادة ستحاول أن تجد أي ثغرة لتنفذ من خلالها وتنقلب على هذه الثورة. نحن لن نسمح بذلك، وسحب الشعب سيحرس ثورته التي دفعت في سبيلها الشهداء، ولم يسمح بتراجع من أي كائن من كان، سواء من كان من المجلس العسكري أو حتى والحرية والتغيير. لو حادت عن الجادة وانحرفت عن مسار الثورة وتقاعست عن تحقيق أهدافها، الشعب سيكون لها بالمرصاد. طبعا وفي السياق ذاته وفي ردود الفعل، ذكرت وكالة الأسوشيت بريس أن رياحا معاكسة من ثلاث عتبات أو عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان حميتي على البلاد، رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من الانهيار الاقتصادي وضعف التأهيل الشخصي وجرائم الماضي العنيف تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وأشارت المصادر إلى أن الجنرال المنحدر من دارفور والمعروف باعتباره صانع القرار الرئيسي في السودان يتباهى بعشرات الألاف من قواته التي أمضت سنوات تقاتل المتمردين في جميع أنحاء السودان، وكذلك المتمردين في اليمن نيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضافت أن حميتي يعتمد على ثروة عائلته الكبيرة الناتجة عن عملية استخراج الذهب في دارفور، فضلا عن تمويل دول الخليج لشراء دعم زعماء القبائل والنخب المحلية الأخرى. أستاذ عمر، موضوع حميتي ألا يشغلكم؟ هناك من يقول بأن وجود سلطة حميتي بهذا الشكل خارج الإطار القانوني، ووجود وزارة بشخصية عسكرية ووزارة الدفاع، قد يحذر، قد يشي بانقلابات آتية ربما. ألا يتبلككم هذا الهاجس؟ لا، نحن نعتقد أنه لا، بالوثيقة التي وقعناها وبتصورنا لا مجال للهيمنة لأي جهة، خصوصا العسكريين في مجلس السيادة، سواء كان رئيس المجلس أو نائبه أو كل أعضائه. السيادة مكون من 5 عسكريين أو سيكون من 5 عسكريين و6 مدنيين. لا مجال للهيمنة لهذا المجلس
لأن هذا المجلس سلطاته هي سلطات رأس الدولة في أي نظام برلماني، وبالتالي هي سلطات محدودة وتكاد تكون تشريفية، وقيدناها تماما بالوثيقة. السلطة الحقيقية ستكون عند مجلس الوزراء، وهو مجلس الوزراء مدني تختاره هو الحرية والتغيير، وحتى وزيري الدفاع والداخلية يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة، ولكن الذي يعين وموافق عليه هو رئيس الوزراء، ويخضعان لسلطته ويعملان تحت إمرته، ولذلك لا مجال لأي هيمنة عسكرية. كما قلت في السؤال الأسبق، عملية الإصلاح تجري على كل المؤسسات سواء كان عسكرية أو مدنية. فأما عملية سد الاعتصام، هناك بند أساسي في الوثيقة الدستورية تحدث عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ولا حصانة لأحد. هذه الوثيقة لم ترد فيها أي حصانة، ترددت في السابق كما تعلم لما كانت هذه الوثيقة مجرد مشروع أو مسودة أن هناك حصانة لأعضاء المجلس السيادي، هذه لم نوافق عليها، حتى المجلس العسكري لم يطالب بها، وبالتالي التحقيق المستقل هو سيطال أي حد سواء كان في مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي أو مجلس السيادة أو خارج هذه المؤسسات. هذه مسألة يفصل فيها التحقيق، وسنقيم العدالة، ونحن أصلاً برنامج العدالة والمحاسبة هو ركيزة أساسية في برنامج إعلان القوى الحرية والتغيير الذي من المفترض أن يتم تنفيذه خلال الفترة الانتقالية. ما دكتور، كانت المهندس عمر، كانت هناك هتافات في الشارع تشير الشارع السوداني إلى موضوع القوات السودانية الموجودة في اليمن من خلال التحالف الإماراتي السعودي، أيضا الإشارة إلى وجود قوات في ليبيا. ما هو موقفكم وكيف سيكون بخصوص المشاركة العسكرية، وجود جنود سودانيين في اليمن وفي ليبيا، وما يصفه الشارع السوداني بالتبعية لبعض أشخاص وجنرالات المجلس الانتقالي للسعودية وللإمارات وللمال الخليجي تحديدا السعودي والإماراتي؟ نحن تحدثنا في إعلان قوى الحرية والتغيير، إعلان نفسي وفي هذه الوثيقة، عن سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام المصالح المشتركة وتحقيق مصلحة شعبنا بالأساس. نعم. لكن كما قلنا إنه هذا النظام السابق أورثنا ملفات شائكة. الموضوع إحنا يعني المبدأ مفروض يكون تدخلنا في أي شأن خارجي هو تدخل إيجابي يساعد في السلم والاستقرار عبر الحوار وليس عبر الحروب يعني. وبالتالي نحن ورثنا ملفات، لأن النظام كان يتأرجح يمينا وشمالا، ملفات شائكة من ضمنها هذا الملف الحرب في اليمن، من ضمنها هذه إفرازات ما حدث في ليبيا، من ضمنها إشكالات مع كل دول الجوار. هذه طبعا هل لديكم السيد المهندس، أرجو، هل لديكم بصريح العبارة موقفا معينا مطالبا باستعادة وعودة السودانيين العسكر إلى السودان من اليمن ومن ليبيا؟ هذه العملية، هذه هم من الطريقة أن تعود القوات أصلا، حتى الجهات التي تحارب الآن تبحث عن حل سلمي لهذه القضية. نحن موقفنا من هذه القضية، نحن ضد أن نكون يعني تكون لدينا يعني تدخلات في الخارج أو أحد يتدخل في شأننا. هذا الملف وغيره من الملفات سيكون أمام طاولة الحكومة الانتقالية، وسيتم معالجته بالحوار مع كل الأطراف المعنية من خلال توافق قوى الحرية والتغيير، سنبحثه بالتفصيل وكل المعلومات المحيطة به. الملف هذا وغيره من الملفات المتعلقة بدول الجوار الأخرى. نعم سيد المهندس، أعيد طرح السؤال وبصراحة أوضح، هل ستطالبون، هل ستعود القوات العسكرية السودانية في اليمن وفي ليبيا إلى السودان؟ هل تطالبون بذلك؟ هذا يا سيدي ليس قراري، أنا أقول لك أنه نحن مثلا نحكي حجم مؤتمر سوداني على أنه موقف زمان، نحن ضد إرسال قوات إلى أي جهة من الجهات. هذا الملف بالذات سيكون مطروح أمام قوى الحرية والتغيير، وهي ستعالج أمام الحكومة، حكومة قوى الحرية والتغيير، وهي ستعالج على ضوء البوصلة الهادية للسياسة الخارجية، هي عدم التدخل في شؤون الغير وعدم السماح للغير في تدخل في شؤوننا،
نحن نريد السودان يساهم في الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي، وليس يعني يزيد الطين بلة في هذا في هذا الاتجاه. أستاذ عمر، أسألك عن العلاقات السياسية للسودان، خلافات السودان مع بعض الدول، مع مصر، مع بعض الدول الإفريقية الجارة أيضا، كيف تنظرون، كيف ستتشكل العلاقات السياسية والدبلوماسية في بوجودكم مع جيرانكم في الآفاق العربية والعالمية والدولية أيضا؟ طبعا أنا زي ما قلت لك هناك كمية من الإشكالات أورثنا إياها النظام السابق، من ضمنها مع جيراننا الأقربين مثلا أو أشقائنا في جنوب السودان في ملفات عارقة مع مصر مع غيرها. نحن الآن نعتقد أن هذه الثورة هي فرصة ذهبية لمعالجة كل هذه الإشكالات عبر الحوار المباشر. نحن ليست لدينا أجندة سوى مصالح شعبنا، يعني أعتقد أن نحن بعد هذه الثورة وحكومة الثورة ستكون مؤهلة لأن تصحح كل أخطاء الماضي وتقيم علاقات إيجابية مبنية مع كل أطراف الجوار الإفريقي والعربي على قواعد التعاون والسلام والاحترام المشترك وخدمة المصالح بعيدا عن 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 المحاور. نحن نريد مصلحة شعبنا في الأساس. التغيير الجديد هذا سيوفر فرصة جيدة جدا جدا لأن نقيم علاقات متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية. شكرا جزيلا لك المهندس عمر دقير، القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس المؤتمر السوداني، شكرا على هذا الحوار. من جهتها أعلنت المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة جامعة الخرطوم، أعلنت عن استنكارها لما حدث للجامعة إبان أحداث مجزرة 29 رمضان والمعروفة بفضل الاعتصام من أمام القيادة العامة. ورصدت المبادرة ما لاحق بمنشآت الجامعة من نهب وتدمير، مطالبة بالتحقيق استنادا إلى الأدلة الموثقة، بالإضافة إلى تقييم الخسائر ووضع خطة لإعادة البناء والتأهيل وإطلاق حملة لجمع التبرعات واستقطاب المساهمات داخليا وخارجيا. الوحدات المتضررة سنمر عليها سريعا، وحدة الخدمات الصحية بجميع منافعها ومرافقها وغرف العمليات، عنابر المرضى، الصيدلية، المعمل، كل الوحدة دمرت تماما وسرقت. المعاهد والكليات اللي حنذكرها بعد شوية فيها معامل وقاعات ومكاتب أساتذة وحسابات، مكاتب الحسابات والخزن معظمها تم نهبه وتدميره. مكاتب الإدارية فيها السجلات والمكاتب والحسابات، أيضا السيارات والبكاسي والحافلات الموجودة داخل أسوار الجامعة تم سرقة كل ما لديه قيمة فيها أو سرقت هي نفسها وتم حرق بعضها، ومسجد الجامعة تم تخريبه، والمحلات التجارية في الجامعة الخاصة مملوكة لأشخاص يعني مؤجرين لها من مكتبات ومطاعم ومحلات نهبت أيضا معظمها. نوع الضرر بيتنوع، نوع الضرر من نهب وسرقة لكل ما له قيمة مثل الخزن والسيارات وأجهزة المعامل والحاسوب والشاشات والبروجيكترز والممتلكات الخاصة، وتم تخريب وتدمير مثل كسر الأبواب ونوافذ وأثاثات وحرق مكاتب وسيارات وبعثرة أوراق، وتم استهداف مكاتب معينة لأساتذة معينين بسرقة المعلومات الموجودة في مكاتبهم، أوراق أو أجهزة كمبيوتر، واستخدمت أدوات ومعدات لنهب السيارات والأجهزة، يعني معدات خاصة للتعامل مع هذه الأجهزة، واستخدم الرصاص والزخيرة في فتح بعض الأبواب. أما الكليات والإدارات التي استهدفت فعددها 38، يعني معظم الوحدات الموجودة ما بين شارع النيل وحتى شارع البلدية تم أدرجنا في التقرير 21 منها من 38، ولكن هنا حنمر على عدد بسيط منها، ما حنقدر نمر على كل 21 وحدة. ولمتابعة هذا الملف معنا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ جعفر أحمد الناطق باسم المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة جامعة الخرطوم. أستاذ جعفر، أي هدف تسعون إليه من خلال هذه المبادرة للتوثيق، للمحاسبة، لأي شيء، وما هي أدواتكم في ذلك؟ نشكركم في قناة الجزيرة. يا مرحبا. نحن في المبادرة الوطنية توثيق مجلس جامعة الخرطوم لنا أهداف محددة
وهي إطلاق حملة إعلامية للتعريف على هيئة منشآت الجامعة من نهب وتدمير حتى يصل الأمر لمن يهمه الأمر محليا ودينيا وعالميا. وكذلك مطالبة بالتحقيق في المجزرة استنادا على أدلة شاملة وموثقة بالتقارير والصور والتسجيلات. كما ندعو لقيام ورش عمل للمشاركة في تقييم الخسائر ووضع الخطة لإعادة البناء والتأهيل. والهدف الأهم هو تخليد ذكرى الشهداء والجرحى الذين تعرضوا للدفاع عن جامعة الخرطوم أثناء فض الاعتصام. نعم. إذا تحدثنا أستاذ جعفر عن المجزرة كما أشرتم، سبقت الإشارة ونقلت صور وتحدث سودانيون ومراقبون وإعلاميون واتهموا قوات التدخل السريع. هل لديكم شك في ذلك؟ لديكم أسئلة معينة؟ لديكم توثيق لما قيل؟ أم يظل السؤال معلقا من كان وراء المجزرة في تقديركم؟ نحن في المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة جامعة الخرطوم وإعادة تأهيلها لا نستطيع في هذه اللحظة اتهام أي جهة، ولذلك نطالب بتكوين لجنة تحقيق حتى يتسنى لها تعريف الجمهور السوداني والعالمي بمن وقف وراء هذه المجزرة. منطقة المعلومة أن جامعة الخرطوم تقع في المنطقة المتاخمة للقيادة العامة للقوات المسلحة التي اعتصم فيها الثوار، فأصبحت وطن مصغر وجمعت كافة أطياف الشعب السوداني وانتشرت في تلك البقعة قيم وعادات سودانية. فكيف يعقل أن تنتهي هذه اللوحة السودانية الجميعة إلى هذه المجزرة؟ لا شك أن هناك من يقف وراءها، ولكن حتى هذه اللحظة نحن لا نستطيع أن نحدد جهة معينة. نعم. ولكن نرضى بالثوار الذين كانوا في هذه المنطقة من أن يكونوا قد تسببوا في أي خراب للجامعة. شكرا جزيلا لك من السودان أستاذ جعفر أحمد الناطق باسم المبادرة الوطنية لتوثيق مجزرة الخرطوم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها مذكرة توقيف عسكرية بحق وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار.